بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني في هذا الفيديو إن شاء الله استجابة لبعض الإخوان اللي طرحوا بعض الأسئلة فيما يخص الأبناء ديالهم يعني الصغار، يعني تلقوا بعض المشاكل مثلا في القسم، خاصة إلى توجد مثلا شي ولية صغير مثلا أو طفل صغير يعني في وسط واحد القسم، اللي شيئا ما مثلا تقدروا يكونوا دوك التلاميذ ديالو في الغالبية ديالهم أنهم سبق ليهم دخلوا مثلا للراوض أو أنهم يعني خدوا واحد النيفو طالع عليه هو. فبطبيعة الحال كاين بعض الأساتذة اللي تيجاريو دوك التلامد يعني اللي عندهم واحد المستوى عالي وتتناساو مثلا، يعني لا أقول الكل ولكن هذا الشيء تيوقع في بعض الحالات أنهم يتناسون بعض التلاميذ اللي تيكون المستوى ديالهم ناقص لظروف ما. بطبيعة الحال تيبقى داك الطفل الصغير أنه تعاني. بطبيعة الحال فيما يخص الآباء ما خاصهمش يبقاو يضغطوا على داك الإبن، لأن ربما تكون عندها تأثيرات نفسية يعني صعبة على الطفل، تبقى داك الطفل يلوم راسه إلى آخره، يعني خاصة إلا كان الطفل من هاد النوع الطفل اللي حساس، يعني القضية تكون عندها واحد الانعكاسات خطيرة بالنسبة للتلميذ. هاد الشيء تيرجع لطبيعة الحال ديال الطريقة ديال التعليم. كاين أساتذة أخرين تنتابهوا لهاد المسألة وتحاولوا يجروا دوك التلامذ اللي ضعاف ويحاولوا يوصلوهم للمستوى ديال التلامذ اللي عندهم مستوى عالي او متوسط. بطبيعة الحال من ناحية الاباء كما قلت يعني ما خاصهمش يضغطوا على الابناء ديالهم، ولكن يعني خاصهم يكونوا واعين بالمراحل اللي خاصهم ياخذوا مع هاد الاطفال ديالهم. اولا فخاصهم يواكبوهم، يعني خاصهم يحاولوا يسولوا ليهم، يعني يبحثوا ليهم، يحاولوا يقلبوا على الطرق اللي ممكن ياخذوها مع الابناء ديالهم. من المسائل اللي ممكن تنشوفها انا والله اعلم انها تقدرت تدفع بالطفل، يعني خاصه ونحن والحمد لله يعني في واحد الفتره ديال ان وسائل الاعلام اصبحت متاحه خاصه يعني عبر الانترنت. يعني الانسان قديما كان الانسان اللي بغى كتاب او بغى ديكسيونير انه صعيب عليه يتوصل له، انه صعيب باش يتوصل داك الكتاب خاصه لما كانش في حاله. الان يعني ممكن انك يكون عندك غير جهاز حاسوب، ممكن انك تيليشارجي الانواع ديال الكتبه، الانواع ديال الديكسيونيرات، وفوق هادشي كله ان كاين فيديوهات تتشرح بطرق مختلفه، يعني ان الانسان تيمشي للحاجه اللي تيرتاح ليها بطبيعه الحال، خاصه تنشوفوا الطفل فين تيرتاح وفين تيفهم وفين تيقدر يكون عنده واحد التقدم يعني ملحوظ. فمن ضمن هاد المسائل اللي تقدر تكون في هذا المجال وتلعب واحد الدور مهم بالنسبه للطفل وتقدر انها تساعده انه يخرج من هاد الزاويه اللي يقدر يوقع فيها، يعني انهم كاين مواقع موجوده يعني فقط، وكاين العاب يعني الطفل تيلعب وفي نفس الوقت انه تستافد. فيكفي مثلا الا دخلتي لجوجل، درتي مثلا جو ايديوكاتيف، يعني العاب يعني ايديوكاتيف يعني تربويه، يعني غتخرج لك بزاف ديال لي لوجيسيال وديال المواقع انها اونلاين، يعني انها تقدر يعني انك تمارس ديك اللعبه ديالك اللي غيستافد منها الطفل، يعني عن طريق الانترنت. مثلا ممكن ان الانسان يمشي للسيبر مثلا ويتيليشارجي مثلا العاب من هذا النوع، يعني تقدر تبقى عندك في الحاسوب ديالك، يعني الحاسوب اصبح شيء مهم
في الوقت الراهن ديالنا. فمن ضمن المواقع اللي تنشوف انا مثلا كهذا الموقع اللي تنشوف يعني هو امامنا سميتو طابلو نوار، ففي مثلا غرامير، في كونجيغيزون، في لورتوغراف، في في ديكتيف، في فوكابولير، في سيكسبريمي ليكتور بويزي. المهم عندهم واحد الاقسام خاصه بالفرنسيه مثلا، اضافه للاستوار الجيوغرافي الى اخره. مثلا اللي خدينا هاد لا غرامير، مثلا اللي خدينا هاد لا غرامير تدخل لها تدير اونتري، كاين غوتور يعني بغا ترجع بحالك، كاين لي فونكسيون مثلا الى اخره. ناخذ هاد لي فونكسيون تنديروا اونتري يعني الدخول، وتناخذوا مثلا هاد لي زادجيكتيف، مثلا لادجيكتيف كاليفيكاتيف هذا التعريف ديالها، وفيها الامثله الى اخره. ممكن ان الانسان فيها خيارات كثيره، مهم هذا فقط غير لمسات. مثلا ناخذ هنا لي كلاس دومو، هادو لي كلاس دومو اونتري. عندنا هنا مثلا لا كونجونكسيون، لا كونجونكسيون هي مثلا يعني كاين لا كونجونكسيون سون دي مو كي سيرف ا رولي الى اخره، هذا التعريف ديال لا كونجونكسيون. وزعما يعني كاع هذيك المسائل تتهم الفرنسيه. طبيعه الحال هذا الموقع هذا كما تنشوفوا يعني فيه الكثير من الخيارات، وماشي ماشي هو هو الموقع الواحد اللي كاين، ولكن كاين مواقع اخرى الانسان ممكن يبحث فيها. من ضمن المواقع اللي ممكن انني نقترحها لكم كاين بحال هذا الموقع هذا ليكول دي ديغلو. هذا الموقع هذا حتى هو يعني فيه خيارات كثيره. هذا الموقع كما تنشوفوا هنا الى در عملنا اونتري يعني لو سومير ديالو هو هذا، يعني فيه من الحساب لي نيفو بطبيعه الحال. مثلا كاين ماتيماتيك، فرونسي، استواغ الى اخره، جيوغرافي. مثلا خدينا الفرونسي اللي تسالوا عليه كثير من الناس، الا خدينا الفرنسيه مثلا الحساب واش بغيتي لي فيش، واش بغيتي لي كور الى اخره. اي خيار خديتيه تتلقاه حتى هو مفرق الحساب لي نيفو بوغ لي بتي كما تنشوفو، بوغ لي غون الى اخره. كما تنشوفو هنا كاين ا بي سي دي، كاين سيلا سيلابير سيلابير، كاين غرامير، نا اورتوغراف، كونجيغيزو الى اخره. يعني على حساب الخيار. متى الى خدينا هاد الحاله ديال لي فيش مثلا، هنا لي فيش عاوتاني كاين نيفو 1، نيفو 2، نيفو 3، نيفو 4. متى الى خدينا هاد لي ليتر اليمو نيفو 1 توجور نيفو 1، يعني تلقاو واحد المجموعه ديال لي فيش كما هما هذا الخيار ديال لي فيش. تختار مثلا شي فيش من هاد تيعطي لك على شكل تاخذو على شكل بي دي اف كما تنشوف هنا. هادو سوسون دي فيش امبريمابل، يعني ان ممكن تاخذهم في الكلي وتامبريميهم، يعني تخرجهم وراق يعني والطفل تيدرب عليهم. الا خدينا شي فيش اخر، اذا كمثال هذا ان ان فيلو ام ان متر. المهم هادو سوسون دي فيش ممكن الانسان يطيلي شارجهم وياخذهم، يعني ياخذهم عنده في الكلي ويديهم امبريميهم. يعني راه طيلي شارجمون هي اللي تنشوفو هنايا، تطيلي شارجيت تختار البلاصه اللي باغيت تحط فيها الملف مثلا. هاي بحال دابا عندنا تختار مثلا انا بغيت نحطها في البيرو مثلا، ملي غدير بحال كبيرو غدير اوكي وغدير تنزلها. ملي غتنزلها غتلقى عندك في البيرو تهزها وتحطها في كلي وتمشي تخرجها. المهم انه في خيارات كثيرة وممكن الاطفال الصغار انهم يستافدوا منه، يعني فقط واحد شيء من التوجيه من الاباء. هذه بالنسبة لكور، يعني على حساب طبيعة الحروف كما تنشوف هنا لي سيلاب. المهم هما معرفينهم هنا على حساب الالوان. بحال دابا هذه بلي تتسمى سيلاب، يعني كلها تتنطق مره واحده الى اخره.
بحال دابا ان ك غادي تنطق تي مره واحده بحال دابا هاد الكلمه فيها دو سيلاب ان كروفيت فيت كروفيت يعني تنطق هاد المجموعه ديال الحروف تنطق بعدها تتسمى سيلاب هادي تتسمى سيلاب يعني لهبطنا للاسفل لي 20 زوطخ لتر سون دي كونسون كما تنشوفو هنا يعني فيها طريقه ديال النطق ب الى اخره يعني موقع ممكن ان الاطفال الصغار يستفيدوا منه وفي نفس الوقت يتعلموا انهم يعرفوا يقلبوا في المواقع الى اخره يعني بالتوجيه دائما من الاباء هذا موقع اخر حتى هو يعني فيه هو تيقترح واحد المجموعه ديال المواقع ايديوكاتيف كما تنشوفوا هنا من المواقع الجميله اللي تنشوف بان اكيد غتفيد الطفل يعني هذا الموقع هذا سميتو petit.be فمثلا خدينا ماتيرنيل او نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 الى اخره على حسب لي نيفو الى خدينا مثلا نيفو 1 هذا الجميل في هذا الموقع انه تعطيك الامكانيه تطيليشارجي هذوك لي لوجيسيال ايديوكاتيف ويبقاو عندك في الحاسوب عندك نيفو 2 كما تنشوفوا اجوتي بي او بي المهم في بزاف ديال على حساب لي نيفو في واحد المجموعه فمثلا الى خدينا ناخذ مثلا شي مثال هنا هاد لو بوطون هادي فمثلا الى تيليشارجينا هاد الى كليكيتينا يعني انك تعطيك الامكانيه تيليشارجي هاد اللوجيسيال يعني الواجهه ديالو هي اللي تبينو لك هادي الواجهه ديال هاد اللوجيسيال هذا حنا غننزلوه في سطح المكتب مثلا ناخذ شي مثال اخر مثلا اجوتي لي زاكسون مثلا اجوتي لي زاكسون بحال دابا هنا هذه الواجهه مثلا غتكليكي على هاد واحد المجموعه ديال لي زيكزيرسيس يعني مفيده بالنسبه للطفل وبطريقه سهله من ديك البرامج اللي ممكن تفيدنا في واحد الاتجاه معين فيما يخص اللغه الفرنسيه اذا بحال دابا هنا اكور دي بارتيسيباسي ملي غتنزل اللوجيسيال غيعطيك هاد الواجهه غتقدر تكتب ديك بريفي هنا دير فاليدي وغادي يعطيك واش صحيح ولا لا هو عاطيك يعني على حساب هاد الجمل كيفاش مكتوبين طيب هاد الحال راه بحال دابا دي بريفي ممكن انها تغير على حساب الموقع ديالها في الجمله الا نزلنا هاد البرنامج غنزلوه حتى هو غادي ينزل عندنا في البيرو وغنشوفوا شنو غيعطينا اذا مثلا هذه هي الملفات ديال لي لوجيسيال اللي كنا نزلنا من هذا الموقع هذا تمام اجوت دي زاكسون عندنا اكسون الاولى جوي غادي تنكليكيو على هاد الخيار هذا هاد البرنامج تيشد لينا الشاشه ككل ممكن انك تكليكي على ايشاب يعني ايشاب في الكلافي يعني هذه تتكون هنا هذه تتكليك عليها في الكلافي عندك يعني انه تيصغر هذيك الساعه ملي تيصغر ممكن انك تسحبو انك تخرج منه او انك تعطيه واحد الحجم معين كما في الصوره مثلا جوي كما تنشوفو هنا جوي عندنا هنا موديل ا يعني فيه خيارات اخرى مثلا هذا مثلا نفرض بلي غنكتب اي تي كما تنشوفو هنا
هما حيت عاطينا هاد ليكزيرسيس على حساب لي زاكسون، على حساب لي زاكسون كيفاش يكونوا. مثلا نفرض ان غنكتب اي تي انا بحال هكا، اي تي غندير فاليدي ايغور. اذا شنو ممكن انا نكتبها بهذا الشكل؟ ممكن ان تكتب بهذا الشكل مثلا اي تي فوالا بون ريبونس، يعني انه تيصحح لك الطريقه ديال الكتابه. الا خدينا مثلا في هاد الملف هذا اللي خاص بلاكور، الملف هذا اللي خاص بلاكور مثلا، اذا انت وفي بمجموعه ديال البرامج الصغيره ان صح التعبير اللي مفيده بالنسبه للاطفال، كما تنشوفوا هنا موديل الى اخره. هي نفس الطريقه ولكن هنا فلاكور، هنا ماشي بحال لي زاكسون اللي شنو هذا، بحال بمعنى اخر انه درس اخر. بحال تنشوفوا دابا هنا جديد سوغا بريفي، يعني نقدروا نكتبوها بهذه الطريقه مثلا بريفي. اذا تقدر تكون انت بريفي. إذن هذا كمثال فقط، يعني هناك برامج كثيرة وكثيرة جدا ممكن تصلح لهذا الغرض. من ضمن المواقع أيضا اللي ممكن أن الطفل يستفيد منها هذا الموقع هذا، الاسم ديالو فرانس كاتس فاميلي. هذا موقع هو موقع مفيد للأطفال، فإذا نزلنا الأسفل ماتيماتيك كاين جو اون فرونسي كما تنشوفو هنا، يعني الانسان يقدر يختار شي وحده من هادو. هادي جو اون استوار جيوغرافيك مثلا، نختار هادي. اذا كاين واحد المجموعه ديال الخيارات هنا، قالك هنا فويون فواغ سي فو كونيسي بيان فوطخ كونجيغيزون فوزيت بخي، يعني واش انت موجد. جو بي بوزي دي كيستيون افو دو جوي، يعني تجينا وتكليكي تعطوك مثلا هذه فوندي كيلو لو طون دي فيرب فوندي، يعني واش بريزون مثلا الى اخره. لنفرض مثلا درنا باسي كومبوزي مثلا افي، مثلا خدينا دي افي يعني لام بارفي مثلا. غنجيو هنا فرونشيزي يعني لام بارفي، موي فان كرون يعني فيتير مثلا، هنا اون ايلي يعني الباسي كومبوزي مثلا، هنا مينيون يعني فيتير لامبارفي، هنا عندنا اون تيتي يعني الباسي كومبوزي، هنا عندنا ايزي مثلا، ايموبيليزغا ايموبيليزغا الفيتير. اذا شنو عندي مثلا هنا نومبر دو كيستيون 10 طو دو ريوسيت مثلا 90%. عندك هنا نو جو فو روجوي، يعني الا بغيت تعاود تلعب اللعبه من جديد. هنا الا بغيت تشوف لا كوريكسيون ديالك، بحال دابا هنا فوزافي شوازي لا ريبونس 4 ايل فالي ريبوندر لا 5، يعني كان ليا نجاوب في باسي سامبل ما نجاوبش باسي كومبوزي. يعني هذه شنو هي؟ فوندي. هذه ما قالوش هي اون فوندي. اذا هذه باسي سامبل مثلا، هنا فوزافي شوازي لا ريبونس 3 سيتي لا بون ريبونس، يعني هذا الجواب الثاني اللي اختاريت كان مزيان. بطبيعة الحال وبخيارات كثيرة، بطبيعة الحال كاين مواقع أخرى بحال هذه اللي غنشوفو هنا. هادو سو سون دي زابليكاسيون فلاش بوغ تي بي اي، بحال تنشوفو هنا هادو كالكيل مونطال كالكيل إكخي بالنسبة للرياضيات. عندنا هنا لي طابل دو ملتيبليكاسيون، هنا عندنا لي لاتر لو مو لا فراز، هذه بالنسبه للفرنسيه. اذا عندنا هنا مثلا الكونجيغيزون جو اوبسيرفاسيون الى اخره. مثلا خدينا هذا المثال هذا، بطبيعه الحال هذا تعطيه الفيرب وتتختار فاش بغيتي تصرف فيه وتدير جينيري مثلا وتعطيك الصرف. من ضمن المواقع ايضا الجميله ايضا هذا الموقع هذا اللي مثلا فيه ماتيماتيك استوار الى اخره، ولكن اللي تهمنا احنا مثلا الفرنسيه
فإلا خضينا مثلا هذا الخيار الأول ففي إطار هذا الخيار الأول إذن كما تلاحظوا هنا يعني لما بانت هذا يعني خاصك خاص الانسان يطلع يشارجي هاد اللوجيسيال هذا حيت هذا ما يمكنش يخدم الا ما كانش انستالي عندك هاد اللوجيسيال هذا. نختاروا هاد ليكزيرسيس هذا مهم كليكي ايسي بوغ كومونسي الى اخره. اذا او سوكاش لو نو كي كومونس باغ لا لتر جي. اذا غنشوفوا هاد الاسماء اللي انا خاصنا نكونوا عارفينهم وغنشوفوا شنو هو اللي تبدا بالجي وغنختاروا مثلا الفرد انا اذا قال لي هذا خطا الصحيح وهذا جورنال الى اخره. هذا كمثال بالنسبه لهذا الموقع هذا. طبيعه الحال فيه خيارات اخرى ايضا من ضمن المواقع الجميله. ايضا كاين هذه ابخوندر الفرونسي اون لين يعني خاص تكون عندك الكونيكسيون. بطبيعه الحال حنا عندنا بحال دابا خدينا هاد فرونسي غرامير فرونسيز. غرامير فرونسيز يعني كاين فوكابير كاين مسائل اخرى مثلا لنفرض انا غناخذوا هاد ا يعني تا هو يعني انهم مقسمينو يعني لعده مستويات. الى هذا الى خدينا مثلا هاد الاول هذا مثلا الى خدينا مثلا هذا كونجوغي فيرب الي او بريزون كاين طبيعه الحال خيارات اخرى كما تنشوفوا كاين عاوتاني ان دو تخوا الى اخره. اذا مثلا خدينا كونجوغي فيرب الي او بريزون نشوف هذه جوفي à la gare, tu vas à l'aéroport et l'aéré. En nous le tâtre en cas ou des exercices, il y a des bêtements, la conjugaison de la verbe de camitel. Et dans un zèle tâtre, il y a des exercices. Et dans camitel, on a un chauffeur, maintenant, il y a des jeux. Maintenant, il y a un problème, on va dire là, à te cliquer, on va dire je vais. اذا انت تشوف يقول لك لا ماشي صحيح هذا الجواب. اذا شنو خاصني نقول؟ خاصني نقول جوفي مثلا جو في. اذا تلاحظوا بان هذا الجواب هو مشى يعني راه تقبل. مثلا تي نديروا له الون. اذا الون تيقول لك بان هذا الجواب ماشي صحيح. اذا تي فا. اذا تي فا. اذا ها هو تقبل الى اخره. من غير هذه كاين اجوبه اخرى بحال هذه نوتر فامي va au théâtre. Mettez-le. Quel est le chat? Allons au cinéma. Je vais aller. Et la dernière, la sèb, sarf dire le fil. Peut-être tard. Je vois ça. Mettez-le. Mettez-le. Vous allez. مثلا فوزالي كما تنشوفو موا ماغي اي موا مثلا الون يعني نحن نذهب نوزالون هي إيه هادي كاينه الفوق نوزالون يعني موا ماغي اي موا يعني رحنا جوج يعني الون نوزالون يعني نمشي نحن نذهب. اذا كمثال كما تنشوفو هنا هادي كمثال كامثله لهاد التمارين. طبيعة الحال تبقى على حساب الانسان واش عندو الكونيكسيون يعني في الدار ولا لا. يعني بالنسبه الى كانت الكونيكسيون راه بطبيعة الحال هاد المواقع وهاد لي لوجيسيال كلهم غيكونوا موجودين. الى ما كانش مثلا ممكن الانسان انه يستغل واحد الفرصه ويطيليشارجي مثلا بحال هاد البرامج هذه التعليميه انه مثلا تيجي بحال هاد الاول هذا مثلا تيشوف النيفو بعدا ديال الابن او الابن تي يكون مدرب بعدا على هاد البرامج يقدر ينزلها عندو. اذا مثلا بحال هذا تتنزلهم بحال اللي شفنا من قبل تتنزلو تجي عاوتاني تترجع ترجع للثاني مثلا حتى هذا غنزلوه غنمشيو مثلا شي برنامج اخر بحال دابا هذه نوني الى اخره. بحال دابا هذا البرنامج كومبليتي افيك نا نوني نو نوني الى اخره يعني مثلا نزلو حتى هو الى اخره الى اخره.
يعني تيبقاو عندك في الحاسوب ديالك. طبيعة الحال هناك برامج أخرى ممكن أن الإنسان يتيليشارجي من غير هذا الشيء اللي شفنا الآن. على كل حال هذه المواقع اللي شفنا الآن يعني غادي إن شاء الله ندير لها غنحط الروابط ديالها في هذا المكان هذا حدا هاد المدونة اللي تنشوف هنا vast.blogspot.com. يعني غنوضع مع هاد لي هادو اللي بغى يدخل ليهم. وبطبيعة الحال الإنسان ما يقتصرش فقط على هاد الشيء اللي شفنا دابا، ولكن ممكن يبحث في يعني في مواقع أو في برامج أخرى ممكن أنها تساعد الطفل. ممكن الإنسان أنه بحال الحالات اللي شفنا في بعضها أن الآباء ممكن أنهم يخرجوا ديك الوريقات إلا كانت عندو لامبريمونتر يخرج من راسو، ما كانش يخرج من على برا، ويعطيهم للطفل أنه يتدرب عليهم. في نفس الإطار يعني تبقى فقط أن التلميذ أو الطالب أن يكون عنده ديكسيونير. يعني دابا كما قلت في البداية بأن وسائل اتصال وهذه الأجهزة اللي ولات الآن أنها ولات تتسهل المسألة، ولات تتمكننا أننا نحصلوا على بعض الكتب يعني بالمجان يعني وبسهولة. فمثلا هذا ديكسيونير اللي تنظرنا بأنه سيفيد كثيرا في هذه اللغة، في اللغة الفرنسية. غادي نخلي الرابط ديالو مع الروابط الأخرى. بعد ما غنكليكيو على هاد لو بوطون الخضراء يعني أنه غيتنزل عندنا في المكان اللي غنختاروه. إذا كما تلاحظوا هو هذا الجميل في هاد المنجد هذا أنه تعطي المعنى بالفرنسية وتعطي الكلمات بالعربية. فمثلا إلا خدينا شي كلمة مثلا سيغريغاسيون مثلا هذه سيغريغاسيون مثلا هي عزلة فصلة فرزة، وتتلقى المعاني ديال هاد سيغريغاسيون بالفرنسية. اكسيون دو سيباري دان تو، اكسيون دو سيباري لي بيرسون دوريجين ديفيرونت. في معاني اخرى في كلمات اخرى الانسان غادي يلاحظ هاد المسألة، يعني انه تعطيك المعنى ديال الكلمة على جوج جوه، يعني انك تاخذ المعنى ديالها بالفرنسية وفي نفس الوقت انه تقرأ تعطيك المعنى بالضبط باش ما تمشيش بشي فهم خاطئ، يعني باش ما تمشيش بشي فهم خاطئ على ديك الكلمة مثلا، يعني تتاخذها بالعربية. نتمنى ان شاء الله يكون هاد الفيديو فاد ولو بالقليل يعني في اطار توجيه الاطفال، يعني مع شيء ما ان شاء الله من الليونة، يعني ما يكونش واحد الضغط على الاطفال وما باش ما يحسوش بداك النقص. يعني في حالة الا كان تلاميذ الاخرين ديال القسم تتفوقوا عليهم مثلا في واحد الجانب من الجوانب، فبطبيعة الحال غيكون بطبيعة الحال كاين مسألة اخرى هي ديال ما خصناش نساو اللغة الام مثلا بحال اللغة العربية. ان شاء الله الا كان الطفل مثلا انه ملم بها مثلا وانه تحفظ الى اخره، انه تطالع الى اخره، فهذا ايضا تساعدو من حيث الفكر ديالو، من حيث انه يعقل، من حيث انه يراجع، من حيث انه تتكون عنده افكار، تتكون عنده واحد الادراك الى اخره، يعني تيوسع من القدرات ديالو من حيث الفهم الى اخره. هذا ايضا راه غيساعدو الفرنسي، يعني تبقى فقط انه يعرف ديك الكلمات ويعرف الطريقة المغايرة اللي تتمشي بهذه اللغة، يعني خلافا مثلا إلا كان بطبيعة الحال خلافا للغة العربية بطبيعة الحال. يعني إذا فهذا أيضا راه غيساعدو، راه ماشي التركيز فقط على اللغة الفرنسية هو اللي غادي بطبيعة الحال. اللغة الفرنسية إلا كان ناقص فيها الإنسان راه يقراها، ولكن بالموازاة هذا ما خصوش ينسى المواد الأخرى ومن ضمنها مثلا اللغة العربية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.